chote utataka nitakupa. Hey guys, welcome back to our channel. It's your girlfriend Elungu back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe. Like I said, my name is Fanny Lungu, and on this channel we post reaction videos each and every day. So if there's something that you guys want us to react to, let us know by dropping the link in the comment section below and we'll do it for you. You can check out our second YouTube channel called Fanny and Jesse 2.0. Head there, subscribe, and enjoy our weekly content. We've got a podcast called Diving In with Fanny and Jesse, and we have some amazing conversations which you guys don't want to miss. You can find us on iTunes, Spotify, Podbean, this channel, or our second YouTube channel for the visual. And we have a Patreon account. You guys can feel free to become members and we'll appreciate. A big shout out to everyone that has subscribed to our channel so far. Thank you very much. And a big shout out to the person that suggested this. So today we're going to be reacting to the theme Mahabi Sheikh Albani. So without wasting time, let's get into the video. كلمة الوهابية هذه الحقيقة سياسة تركية أفشتها في زمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في زمن انحراف بالأتراك عن الحكم الإسلامي في زمن كان ابن بلدنا شو اسمه في مصر محمد علي باشا هذا ألباني الأصل فهو كان حاكم مصر في زمانه وكان بطبيعة الحال يعني بزعم أنه عايش تحت سلطنة الدولة العثمانية خرج في بلاد نجد رجل من أهل العلم اسمه محمد ابن عبد الوهاب مش عبد الوهاب محمد ابن عبد الوهاب وطاف البلاد الإسلامية ومئذ معروف بالعلم مثل مصر ومثل القاهرة والشام طاف البلاد وحصل ما حصل من العلم رجع لبلده اللي كان اسمه الدرعية فبطبيعة حال لما رجل تعلم وجد قومه في جاهلية جهلاء يعبدون القبور كما هو لا يزال الآن في كثير من البلاد الشامية بلدي والمصرية بلاد أخواننا دون ولا مؤاخذة البلاء عمه طم يعني كل البلاد فالرجل بدأ يعلم الناس ويحذرهم من الشركيات والوثنيات ودعوته أفادت وتقوت بسبب السلطان الملك السعودي ومئذ الأول الجد الأول كان ربنا هداه وتبع هذا الشيخ فاقترن السيف وإيش والهرم مع بعض هذول اللي اقترنوا بفيده كما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ونمت الحركة ونمت بسبب قوة السلطان وانتشرت الدعوة وبدأوا الجماعة يعني شكلوا جيش إسلامي لأول مرة وبدأوا يدعوا القرى لحولها إلى عبادة الله وحده لا شريك له واستجاب من استجاب ووصلت دعوتهم للعراق هناك بتعرف الشيعة وما أدراك ما الشيعة وشركهم وضلالهم إلى آخره وأهل السنة متأثرين بشيء من هذه الشركيات جرت معارك طاحنة مع الأسف مين تحرك محمد علي باشا من مصر مين حركوا الأتراك لأن الأتراك كانت الخلافة في أيديهم وكانوا حاكمين بلاد إسلامية كلها فلما شافوا حركة عربية نشأت في جزيرة العرب خافوا عاقبة أمرها خافوا أن هذول يقضوا على الحكم العثماني أو التركي بالمعنى الأصح لذلك أوعزوا إلى محمد علي أن يرسل الجيش لقتال هؤلاء النجديين ولا أقول الوهابيين لما سيأتي بيانه وأرسل محمد علي باشا ابن إبراهيم باشا بجيش عرمرم ضخم من مصر إلى بلاد النجدية وجرت الدماء هناك أنهارا وبنهاية الأمر تغلبت القوة الغاشمة على الدعوة الصحيحة وقتل من قتل وكان من جملة وسائل الأتراك
كما هو اليوم تماما. الدعاية بتاعه لا يعني تأثير ربما أكثر من السلاح. فبثوا دعاية ضد الجماعة دون في العالم الإسلامي حتى العالم الإسلامي يكون على تراك وما يكون مع الدعوة هذه الحديثة الفتية، لأنها تدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأذاعوا في المسلمين أن هذول لا مذهب لهم، مذهب خامسي. هذول بيقول الواحد منهم عصايتي أشرف من الرسول عليه السلام، كل كفر وزور وبهتان. تأثرت الجماعات المسلمة في كل بلاد الدنيا، ولذلك كان من تمام التأثر والخطأ فيه أنه سموا جماعة بإيش؟ بالوهابية. هذا من حجج الله على عباده الذين يعقلون. وهابية نسبة لوهابي، وهابي إذا درسناه بالنسبة للغة العربية نسبة لإيش؟ للوهاب. مين هو الوهاب؟ هو الله تبارك وتعالى. هي نسبة متشرف ما بتحقر المنتسب إليها. لكن السياسة التركية الغاشمة خاصة أكثر من ينتمون تحت راية الأتراك إن العايب وإن ما عندنا الفقه هذا باللغة العربية. وهابي وهابي يعني أصبحت كلمة وهابي في ذاك الزمن تساوي زنديق. ومضى زمن طويل مع الأسف والعالم الإسلامي مضلل بهذه الكلمة. إذا أن شاء الله تبارك وتعالى أنه الملك عبد العزيز دخل بطريقة من فيها الآن الرياض واستولى عليها وأخرج آل الرشيد منها وإلى آخره، وبدأ يطبق الأحكام الشرعية يعني إلى حد كبير جدا جدا، واستقر الأمن في البلاد النجدية اللي كان فيها السرقة والنهب والقتل، وتبع ذلك البلاد الحجازية التي كانت كما نعلم جميعا من التاريخ التركي ما يستطيع الحجاج أن يحجوا إلا ومعهم عسكر، عسكر من الأتراك يحفظوا من المين من الرصوص وقطاع الطرق إلى آخره. أصبح الأمر في زمن عبد الملك شو اسمه عبد العزيز أي نعم، أصبح الحجاج بلاقوا كل راحة وكل يسر، وأصبحت الأخبار تتناقل من لسان لسان إلى كل بلاد الدنيا أنه والله هذول جماعة نحن ما عم نشوف منهم أنه والله ما بيأمنوا بالرسول عليه السلام وما بيأمنوا غير بالله وبيقولوا في حق الرسول كذا وكذا، وكما أيضا يحكون نكتة قد تكون واقعة صحيحة وقد تكون تعبير عن هذا الواقع الذي كان الناس يتحدثون به يخالفون واقع هؤلاء الجماعة. زعمت هذه القصة أن اثنين دخلوا في نقاش حول هذا الموضوع إنه هذول الوهابي ما بيعتقدوا بالرسول عليه السلام، ليش نقاش؟ وسرعان ما مرت سيارة السفير السعودي وعليه العلم عم يرفرف مكتوب عليه إيش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف يا رجل اتق الله، بتقول هذول ما بيأمنوا برسول الله، عالمهم في الدنيا كلها عالم وحيد، لا تجد رأي في العالم الإسلامي كله إن كان عربي ولا إن كان تركي ما بنشوف رأي لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا رأي تدون الجماعة اللي عم تتهموهم أنه ما بيأمنوا بمحمد رسول الله. بعدين ما سمعتوا الأذان في مكة؟ ما سمعتوا الأذان في المدينة؟ الأذان اللي بنأذنه نحن وأحسن منه أنه هذي ما بيزيدوا على الأذان النبوي ونحن بنزيد مقدمة ومؤخرة، لكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله إلى آخره. كل ما مضى زمان كل ما تبين للناس أن هذه التهمة فاجرة كاذبة لا حقيقة لها، سواء من الناحية الواقعية فهم جماعة مسلمين ومذهبون حنابلة كمان مشان خاطرك، مش مذهبون يعني كما نحن ندعو إليه الكتاب والسنة، إلا بعض الأفراد من المشايخ هناك يدعون الكتاب والسنة كما ندعو عنه تماما والحمد لله. وبعدين بالإضافة إلى هذا فهم يصلون على الرسول عليه السلام، ولا بد منكم الكثير يعني حج إلى بيت الله الحرام وزار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع خطبهم، وأن كل ما ذكروا الرسول يصلوا عليه انكشف الضباب
عن العالم الإسلامي بسبب كثرة إيش اتصال المسلمين العالم الإسلامي بهذه البلاد، فعرفوا أنهم كانوا يعيشون في مضللات. نشأت هذه المضللات من إيش؟ من الدعايات التركية لتحطيم الحركة الإسلامية الصحيحة التي نشأت من محمد عبد الوهاب ودعم الملك سعود يومئذ أو الأمير سعود لأنه هناك ملك يومئذ. الآن من الخطأ الفاحش أن نسمي الجماعة دون وهابية. ليش؟ لأنه في الأصل هذه كلمة منفعة، والحقيقة من الناحية العربية تشريف لهم. وهابي نسبة إلى الوهاب وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أحد المشايخ لما كان يرد على المضللين لعامة المسلمين، الإمام الشافعي بزمانه اتهم تشبه اتهام هؤلاء، اتهم بأنه رافضي من كثر ما كان يلهج بإيش بأهل بيت الرسول يحب إلهم، فقيل عنه رافضي. فكان قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، إن كان حبا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. قال قائل هؤلاء الذين ينبزون بلقب الوهابي، إن كان تابع أحمد متوهبا يعني وهابي فأنا المقر بأنني وهابي لأنه أنا ما بتبع غير الرسول عليه السلام. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. أنا أنصح أخيرا كل مسلم يخشى الله ويتقيه أنه يسحب من فكرته أنه في جماعة اسم وهابية. هذا في جماعة اسم زيدية، في جماعة اسم شيعة، في جماعة اسم إباضية، كلهم ما ينكرون هذه النسب لأنها واقعة، لكن ما في جماعة على وجه الأرض يقولوا نحن وهابية. لا، إنما إما أن يقولوا نحن من أهل السنة أهل الكتاب والسنة، وإما أحناف شوافة مالكية حنابلة، والنجديين كشعب هو حنبلي المذهب. وعندنا نحن في سوريا قوى كثيرة كلها تتعبد الله على مذهب الإمام أحمد الحنبل. Very interesting video. I guess this is telling us how the term Wahhabi came about, and I'm always mind blown to even be reminded of how great the Ottoman Empire was. If you guys don't know anything about them, just research them. That empire was quite something. The video was interesting. Otherwise, it's just that the words were just flying by too fast. Some of the parts, the words were flying by too fast. You had to rush to read and you couldn't even read some of them because everything was just so rushed. Otherwise, interesting video. What do you guys have to say about this term Wahhabi? Let me know what you think. Make sure to give this video a thumbs up, share it with a friend, and of course, do not forget to subscribe, and I'll see you in my next reaction video.